اليوم البدء في وضع حجر الأساس لمراحل الأولى في إعادة إعمار الجامع النوري ومدينة الحدباء العزيزة على قلوبنا. الخطة تتناول عدة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي تنظيف الموقع من المخلفات الحربية والأنقاض اللي متراكمة كما تشاهدون، وكذلك البدء بإعادة ترميم وصيانة المئذنة وفق تصاميم ووفق مخططات بإشراف مباشر وتنسيق قبل وزارة الثقافة الهيئة العامة للآثار والتراث، وإحنا كدائرة آثار نينوى ميدانيا حتى تم ترشيح موظفين 2 من قبلنا ليكونون بتواجد مع منظمة اليونسكو. هو المشروع بإشراف منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، والمنحة الإماراتية مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة هي الجهة الممولة للمشروع. نحن كشركاء محليين وزارة الثقافة هي العامة للآثار محافظة نينوى وديوان الوقف السني كون الجهة المالكة للمشروع. ونحن نجتمع في رمز الإرادة أن يكون العمل حصرا لأهالي المدينة القديمة، حصرا لأنهم ناس تعبانين، ناس قوت عايشهم نسبة البطالة 90%، ناس شردت، الشباب هاجرت للأيسر للخارج. نحن حاليا لقينا فرص عمل لهذا المشروع، وأهل المدينة من يقومون بعمارة راح نوفر فرصة عمل. ثانيا ضع بصمته الشخص اللي من أهل المنطقة في المسجد، وعودة الحياة الصحيحة لأهلي للمدينة، لأنه المدينة القديمة ناس صدق تعبانة ليس فيها طليعة تموت. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يعانيه المصلون من ضيق الجامع وأن المدينة قد طالب الدول العربية والدول الشقيقة بالمساهمة مثيلة بالإمارات، بدولة الإمارات الشقيقة، بالمساندة والمساهمة في بناء هذه المدينة اللي وصلت اليوم لهذا الوضع الصعب. فنطالبهم بإعادة إعمار والمساهمة بإعمار البنى التحتية من مؤسسات صحية ومؤسسات تعليمية ومؤسسات خدمية. أمر بأن يفوض إليه أمر بناء حول الإسفار. كانت في الحقيقة لحظة رعب ويأس مادي لجميع أنحاء المدينة. But more than that. نشكر هذه المساهمة الكريمة. Over the next from this area until the Tigris River. من هذه.